النسخة 11 للمهرجان الدولي للسينما والبحر بإقليم سيدي إفني انتهت فعاليتها بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة وثائقية وروائية قصيرة. الحمد لله هذه الدورة كما تبعتوا معنا عرفت نجاح كبير بفضل يعني برمجة عدة أنشطة في مجالات متعددة واستفادة عدد كبير من الشباب والتلاميذ والتلميذات المؤسسات العمومية بإقليم سيدي إفني من ورشة تكويني في المهن السينمائية وفي الصناعة الثقافية، حيث تم تنظيم 6 ورشات تكوينية. جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة عادت لفيلم 3 قصص من غزة، وهو فيلم سوري فلسطيني لمخرجه السوري محمد خميس، بينما آلت جائزة الأفلام الروائية القصيرة للفيلم المغربي الأيام الرمادية للمخرجة عبير فتحوني، في حين نال الفيلم الروائي القصير ديانة الماء من سلطنة عمان لمخرجه هيثم سليمان جائزة لجنة التحكيم. كانت النتائج يعني بعد مداولات، بحيث اعتبرنا أولا حضور تيمة المهرجان اللي هي البحر، واعتبرنا طبعا واحد المجموعه ديال يعني المعايير المتعلقه بالصوره، المتعلقه بالحبكه، المتعلقه بالموضوع. هذا المهرجان منظم من طرف جمعيه المهرجان الدولي السينما والبحر بشراكه مع المركز السينمائي المغربي والمجلس الجماعي مير لفت، وبدعم من عمالة إقليم سيدي إفني ومجلس جهة قلميم واد نون، يحرص كل عام على دعم الأعمال السينمائية الجذابة وجعل إقليم سيدي إفني بإطلالته البحرية منطقة جذابة.